من ثعبان القضيب إلى الخفاش ذو الرأسين، إليك أغرب ثمان أشياء تم اكتشافها مؤخرا في البرازيل. هل أنت مستعد؟ لنبدأ. مغارة البحيرة الزرقاء. في عام 1942 اكتشف مواطن هندي مغارة جروتا دولاغو أزول أو مغارة البحيرة الزرقاء، التي تعد من أغرب الأشياء التي تم اكتشافها في البرازيل. قيل أنه لم يطأ أي إنسان هذا الكهف من قبل. المكان عبارة عن كهف مليء ببركة من المياه الزرقاء الكريستالية الصافية، ويعد واحد من أكبر التجاويف التي غمرتها المياه على هذا الكوكب، ويزيد عمق تلك البركة عن 200 قدم، وتتسلط عليها أشعة الشمس من خلال فتحة في السقف تحول الماء إلى ظل جميل من اللون الأزرق. المذهل أن مصدر مياه تلك البركة مجهول، ويعتقد بأنها تصدر من مصدر غامض تحت الأرض، إما بحيرة أو نهر تتسرب إلى هذا التجويف العملاق. الأروع هو احتواء تلك البركة على بقايا لثدييات عملاقة عاشت منذ آلاف السنين، أي أنها مليئة بأسرار تاريخية لم تكتشف بعد. الزمرد العملاق. في أوائل عام 2017 قام بعض المستكشفين بالعثور على زمرد عملاقة يبلغ قياسها 4.3 قدم، وتزن 794 رطل في كارنيجي في شمال البرازيل. تم استخراج هذا الحجر الثمين من عمق 200 متر تحت القشرة الأرضية داخل المنجم، وبعد وقت قصير بيعت إلى شخص ما مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه، ويتوقع الخبراء أن قيمته حوالي 310 مليون دولار أمريكي. اليوم يتم الاحتفاظ بالحجر تحت إجراءات أمنية مشددة في مكان سري، لأنه يمثل قيمة كبيرة للمالك الجديد، الذي قال أن الحجر نادر للغاية بسبب حجمه وجودة بلوراته. ثعبان القضيب في البرازيل. يعتبر ثعبان القضيب من البرمائيات النادرة، وقد أطلق عليه اسم ثعبان القضيب عند اكتشافه في منطقة الأمازون البرازيلية أثناء عمليات حفر في جزء من نهر ماديرا لمشروع الطاقة الكهرومائية. تعود تلك التسمية لمظهره الغريب وجلده الرمادي الذي يشبه إلى حد كبير الجزء الخاص من العضو الذكري للبشر. أرتيتوانا سيلتي هو الاسم العلمي له، ويمتاز بأن ليس له أي أطراف ويشبه الثعبان، ويمكن أن يصل طوله إلى 30 بوصة، كما أنه لا يملك رئتين بل يتنفس من خلال جلده. المغليث. المغليث هو حجر قائم من عصور ما قبل التاريخ، يشكل نصبا تذكاريا يعرف باسم المغليث، تم العثور عليه في البرازيل، والذي قد يكون دليلا على قيام حضارة متقدمة في البرازيل قبل 500 عام على الأقل من الاستعمار الأوروبي. وقد أصدرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا شارك فيه علماء الآثار الأدلة حول المغليث، خلصت شهادتهم إلى أن السكان الأصليين الذين سكنوا تلك المنطقة أقاموا حضارة أكثر تقدماً مما كان يعتقده معظم المراقبين الغربيين. ويتكون الهيكل من 27 كتلة من الجرانيت، يصل ارتفاع كل منها إلى 13 قدم، وهي موضوعة في شكل دائرة يبلغ طولها حوالي 100 قدم. أناكوندا بطول 33 قدم. يعد اكتشاف الثعابين في البرازيل أمرا شائعا، ولكن بالنسبة لذلك العملاق فالأمر مختلف. هذا الثعبان الأناكوندا يبلغ طوله 33 قدم. بدأ الأمر عندما تم العثور عليه في أوائل عام 2016، عندما قام مجموعة من عمال البناء بالعثور عليه مصادفة أثناء أعمال بناء كهف أمام بايلو مونتي سد على نهر تشينغو، وسرعان ما تم تحديده على أنه أكبر ثعبان في العالم. وبعد فترة وجيزة دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية. لتقريب الصورة، ذلك الأناكوندا يعادل طول 3 ثعابين أناكوندا بالحجم الطبيعي، ويزن 882 رطلا تقريبا، ما يعادل وزن دب كامل النضوج. لا أظن أنني أتمنى رؤية ذلك العملاق يوما ما. خفاش ذو رأسين. يمكن أن يكون هذا الخفاش هو أغرب شيء قد رأيته اليوم. ففي عام 2001 تم العثور على هذا المخلوق الغريب، الذي تبين فيما بعد أنه خفاش له رأسين.
عثر عليه ميتاً تحت شجرة مانجو في غابات فيينا جنوب شرق البرازيل، وتم التبرع بالجثة إلى الجامعة الفيدرالية الريفية في ريو دي جانيرو. وبعد أن قاموا بتحليله استنتجوا أن مشيمة الخفاش لا تزال قائمة تعلق بأجسادهم المشتركة عند الولادة بناء على خصائص الخفاش. لذا تم الاستنتاج أنه كان نوع جديد من خفاش الفاكهة الاستوائية الذي ينتشر في أمريكا الجنوبية والوسطى وكذلك بعض أجزاء منطقة البحر الكاريبي. قرود التيتي، من الخفافيش المشوهة إلى ألطف قرد صغير على هذا الكوكب. قرد التيتي الذي يعد واحداً من أكثر القرود تنوعاً في العالم بأكثر من 30 نوع. تلك المخلوقات الصغيرة اللطيفة تم اكتشافها في البرازيل، وتمتاز بتحركها عبر الأشجار واختيار موطن مرتفع فوق أرضية الغابة للحفاظ على سلامتهم من الحيوانات المفترسة الكامنة في الأسفل. تنمو ما بين 9 و18 بوصات، وتمتاز بالفراء الناعم الطويل والملفتة للنظر التلوين، بالإضافة لأنها تعيش في مجموعات عائلية صغيرة تتغذى على الفاكهة وغيرها من العناصر الغذائية الموجودة في الغابة. الدولفين النهري، كان مسلما بأن هذه الحيوانات لم تعد تسكن مناطق البرازيل بسبب حقيقة أنه لم يتم رؤية أي منها منذ اكتشافها لأول مرة في نهاية الحرب العالمية الأولى، ولكن قد يكون الباحثون على خطأ في بعض الأحيان. دولفين النهر الوردي، ذلك الذي ظهر مؤخرا في نهر أوروغواي بالبرازيل، أثبت خطأ الاعتقاد السابق، ومنذ ذلك الاكتشاف ثبت أنه يعتقد أن هناك حوالي 1000 من هذه الدلافين النادرة في حوض نهر أوروغواي. وتعد الدلافين النهرية من بين أندر مخلوقات العالم، وقد أكد الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على أن هناك 4 أنواع فقط معروفة من دولفين النهر، 3 منها على القائمة الحمراء، مما يعني أنها معرضة لخطر الانقراض بشكل مخيف. حسناً، كان هذا كل شيء، والآن أخبرني أي من تلك الاكتشافات المذهلة قد أصابك بالصدمة. بالنسبة لي رقم 4 هو الأكثر روعة. وماذا عنك؟ لا تنسى إخباري في التعليقات. أراك في الفيديو القادم، إلى اللقاء.